نبتدي بقى بماتش الداخلية النهاردة في الكاس وتوقعاتك لهذه المباراة ورؤيتك لكيفية إدارة كولر للقاء، ويا ريت بقى لو الرؤية دي كمان شاملة توقعاتك فيما يتعلق بمسألة استعانة كولر بمجموعة من الشباب في اللقاء ده لاعتبارات كتير أنت عارفها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، المباراة طبعا في كاس مصر، الكاس يعني احد اهم سماته المفاجآت، عشان كده النادي الاهلي لازم يخشى النهارده من المفاجأة، لان طبعا الطبيعي والمنطقي وعلى الورق وكل حاجة تقول الاهلي هو اللي يكسب. الفرق طبعا كبيرة جدا بين الاهلي البطل لهذا الدوري والداخلية اللي نجا من الهبوط في اخر مباراة. كمان ظروف الداخلية بكل أمانة سيئة جدا النهاردة، يعني السكواد مش كامل، عنده شوية ظروف كده، ما فيش مدير فني، لكن هم حاولوا حتى يأجلوا المباراة وكان عندهم حق، والنادي الأهلي وافق على فكرة، ولكن اتحاد الكرة رفض عشان ضيق الوقت أو الظروف بتاعته أو ضيق الرزنامة بتاعته، لكن طبعا ده شيء، وسعي النادي الأهلي اللي هو يقتل حتة المفاجآت، لأن هي دايما بيبقى المفاجآت موجودة كتير في الكاس، لأن طبعا من مباراة واحدة ما فيهاش مساحة للمفاجآت، هي مفاجآت، فهي بطولة المفاجآت أساسا، يعني بيبقى ماتش. لا أنا قصدي لك ما ينفعش نتلقى مفاجأة مش على هوانا، وعشان كده كولر عارف كده كويس، عشان كده النهارده يعني انا بتوقع ان هو مش هيجازف قوي بحته مش هيبدا قصدي او مش هيسعين كتير بمجموعه الشباب، بالعكس ده هو ارح الاساسيين في المباراه الاخيره في الدوري كانت ضد المصري، فهو هيرجع بقى السكواد بتاعه راجع زي ما هو، فيقدر يعمل ده النهارده على الاقل لو استعان بمجموعه الشباب زي ما حضرتك قلت، يبقى بعد ما يطمن النتيجه اللي هي تبقى مثلا فرق 2 على الاقل حسب سير المباراه طبعا، لكن بكل امانه النادي الاهلي النهارده خلاص خلص مرحله الدوري طبعا اللي هو كان انهى فاز باللقب قبل النهايه بحوالي 5 أسابيع أو 4 أسابيع، فالموضوع بالنسبه له كان يعني الماتشات شبه تجريبيه، لكن خلاص هو النهارده دخل في بطوله النوك اوت خلاص ما فيهاش اي تعويض، عنده مباراه قويه في حال فوزه النهارده ان شاء الله على الداخليه، هيلاعب المصري في مباراه قويه في ربع النهائي يوم الخميس، تحسبا بقى لمباراه نصف النهائي وبقت مشوار البطوله، يعني طبعا هي البطوله الوحيده اللي باقيه من الموسم الحالي هي بطوله كاس مصر، هي طبعا اكيد هتخش في الموسم الجديد، وده طبعا وهيفتحوا يعني برضه الكاسين على بعض زي ما حصل بالظبط. لا ده هيبقى كاسين وهيبقى في حاجات ثانيه، عشان بس ما امبارح الدوله الوحيده اللي فيها حاجه زي كده بالظبط، يعني بتحصل في اي حته ثانيه؟ لا 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 مفيش الكلام ده، بيحصل عندنا احنا بس، يعني حتى كان حصل مش شويه في المغرب السنه اللي فاتت عشان ضغط مواشات، بس ما حصلش تاني ومش هيحصل تاني. انت عندك هم دايما عندنا مسؤولين الكوره يقول لك انت داخل على موسم استثنائي، موسم استثنائي، الموسم اللي جاي بقى مش استثنائي، الموسم اللي جاي كارثي بمعنى الكلمه. يعني انت عندك الدوري، الكاس القديم اللي هو هيستكمل فيه نصف النهائي والنهائي مثلا، وعندك بطوله كاس الرابطه، وعندك السوبر المستحدث اللي هو اصلا انت مش عارف تلعب ماتش، فعملته 4 فرق، هتعمل دوره مجمعه بال4 فرق، ما اعرفش ليه، يمكن عشان الرعاه ويمكن عشان الفلوس، بس انت بتضغط اكتر، بالاضافه انت عندك كاس السوبر الافريقي للنادي الاهلي، عندك كاس عالم الانديه النادي الاهلي، عندك اوريدي الزمالك بيلعب في البطوله العربيه حاليا، عندك تصفيات كاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم، كاس العالم بعدين بطوله كاس الامم الافريقيه نفسها في اول يناير، وبعدين عندك دوره الالعاب الاولمبيه في باريس. اللعيبه دي مش هتروح بقى بيوت؟ لا ما هو احنا يعني خلاص احنا كلنا نقعد في الاستاد ويعني ما اعرفش موسم كارثي وليس استثنائي، الموسم اللي جاي لازم يشوف له حل، يعني لازم الدوري السنه الجايه يكون استثنائي، بمعنى انه يكون يا من مجموعتين يا اما من دور واحد، يعني شوف له حل، بس انه يكمل بالدورين يعني كارثي على كل اللعيبه، واجهاد رهيب على الجميع، كارثي على الموسم اللي بيبقى بعده دايما، يعني بالزبط. احنا خارجين من الموسم ده اوريدي، اللعيبه منهكه واخده فتره راحه هتبقى صغيره جدا، هترجع بعد كده يعني لو كملت فعلا. حسنا فعل النادي الاهلي انه اعتذر عن البطوله العربيه، لان هو فعلا لو تخيل لو كان بيلعب طب هيلاقي فين وقت، يعني عايز يدي راحه، عايز يدي راحه سلبيه، فعشان كده الموسم اللي جاي مش استثنائي، وما دام يقول لك الموسم اللي جاي استثنائي، الموسم لا، الموسم بقى اللي جاي التراكمات دي خليته موسم كارثي، يعني انت لازم تشوف حل في الدوري، الدوري زي ما عامله تونس كده بتعمله مجموعتين.